أطلق مركز حماية حرية الصحفيين الاثنين التقرير السنوي لحالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2014، والذي يقوم بتنفيذه المركز للسنة 14 على التوالي. وفي تقريره الموازي أعلن المركز مؤشر الحريات الإعلامية في العالم العربي، والذي يعد جزءا من عمل شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي سند، التي تولى المركز إدارتها والتي تصدر تقريرا إقليميا عن حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي بنسخته الثالثة. الرئيس التنفيذي لمركز حماية حرية الصحفيين الزميل نضال منصور أكد خلال إطلاق التقرير أن عام 2014 لم يكن مختلفا، بل كان خاص الجمع لكل التراجعات. قبل أن أبدأ وحتى لا نتهم بجلد الذات في الأردن، أريد أن أقول، وهذا ليس مجاملة ولكن إنصافا، أن الأردن لا يمكن أن يقارن بكثير من الدول في العالم العربي. من الإجحاف أن نقول أن في الأردن لا سمح الله قتل، أو في الأردن اختطاف، أو في الأردن عمليات اختفاء قسري أو تعذيب ممنهج في ضد الصحفيين. هناك اعتداءات وهناك انتهاكات وما زالت ومستمرة ولم تتراجع، ولكنها ليست مثل كثير من الدول العربية التي يختفي فيها الصحفيون ويقتلون ويصبحون أرقاما وضحايا منسيين. وتضمن التقرير الذي أطلقه المركز بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة نوعين من الاستطلاعات. الأول استطلاع رأي الصحفيين الذي يجريه المركز سنويا بهدف قياس رأي الإعلاميين بحالة الحريات، والثاني جزء من دراسة نفذها ونشرها المركز بعنوان تحت المجهر لتشخيص حالة الإعلام، وركزت على الجوانب المهنية وخاصة الإعلام الرسمي وأطر التنظيم الذاتي والتنوع الاجتماعي في الصحافة، إضافة إلى التشريعات.